أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى ساعة جديدة من العربية. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد بالعناوين. ترامب يشيد بالخدمة السرية في إفشال محاولة اغتياله الثانية، وبايدن يطالب الكونغرس بتقديم المزيد من الدعم للجهاز. رغم تراجعه عنها، تغريدة إيلون ماسك عن اغتيال ترامب تثير الجدل. البيت الأبيض يصف التصريح بغير المسؤول، وجهاز الخدمة السرية يحقق. نتنياهو يضيف هدفا جديدا للحرب يتعلق بإعادة سكان الشمال، ويحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لضم جدعون ساعر بدلا من جالانت. متى تحضر وسائل الإعلام الروسية الرسمية على منصاتها حول العالم؟ البداية مشاهدينا من الانتخابات الأمريكية التي لا يزال الحدث الأبرز فيها محاولة الاغتيال الثانية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وتداعيات هذه المحاولة الواسعة على المشهد الانتخابي والسياسي والأمني. صحيح، ترامب كالعادة لم يفوت هذا الأمر ليعلق. قال إن الخدمة السرية تعاملت باحترافية في مواجهة محاولة اغتياله، لكنه كذلك في ذات الوقت طالب بالمزيد من أفراد الحراسة الأمنية الخاصة لحمايته أيضا. وهذه الإشادة بجهاز الخدمة السرية سبقتها بالطبع انتقادات حادة للرئيس بايدن والمرشح الديمقراطية كامالا هاريس، حيث حملهما المسؤولية عن المحاولة الثانية لاغتياله. طبعا ترامب الذي يخطط في الوقت الحالي لحضور الكثير من المهرجانات الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر في أهم فترات الانتخابات، قال إن راين ويسلي الموقوف بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس، وأنه تحرك بناء على ذلك، متابعا أن خطابهما، وهنا في إشارة إلى بايدن وهاريس، يؤدي إلى تعرضه لإطلاق النار. We've deployed a number of resources, including the investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well. Thank you very much. البيت الأبيض كذلك أعلن أن الرئيس جو بايدن اتصل بالرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأعرب له عن ارتياحه لأنه آمن وأنه لم يصب بأذى. بايدن صرح أيضا أن جهاز الخدمة السرية يحتاج إلى مزيد من المساعدة، وذلك بعد إحباط محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، معبرا عن سعادته لسلامته بعد محاولة قتله. Thank God. President's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight. But one thing I want to make clear, the service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they in fact need more services. So that's what we're going to be talking about. Are you concerned they need more personnel? They need more money? What kind of help do you think? I think they may need, they're deciding whether they need more personnel or not. بفارق زمني يعني 7 أسابيع بين محاولة اغتيال ترامب الأولى والثانية، موقف بايدن لم يتغير، لكن موقف ترامب الذي تغير. هو يتهم كامالا هاريس وبايدن يعني التجييش ضده وبالخطاب الديمقراطي ضده ما يتسبب بهذه المحاولات للاغتيال الآن، ولم يكن هذا موقفه في المحاولة الأولى حينما حاول توماس كروكس اغتياله. صحيح، في 13 يوليو، لكن هذه المرة نحن كذلك أمام متهم مسيس أو لديه وجهات نظر سياسية، لديه وجهات نظر فيما يتعلق بأوكرانيا. حضر الكثير من المؤتمرات السياسية الخاصة بالحزب الديمقراطي
في واشنطن لتقديم المزيد من الدعم العسكري في أوكرانيا، بل أكثر من ذلك سافر إلى أوكرانيا كما تابعنا في المعلومات. ولكن بالأمس كذلك لفت جدا دعمه لترامب، هو كان يدعم ترامب بشدة صحيح. في 2016 وانتخبه في 2016 لكن ما عاد ليحاول أن يغتال ترامب. بالمناسبة حنين، هو سافر إلى أوكرانيا في 2022 بعدما عاد في أوكرانيا، كان يعني هو في الأساس من نورث كارولينا، لكن حينما انتقل للعيش مع رفيقته كان أصدر كتاب، هذا الكتاب يعني ثمنه 3 دولارات 180 صفحة، في مسألة ترامب تحديدا. في إحدى الجمل يقولها في الكتاب قال أنه أنا كنت مؤيدا لترامب ولكم الحق في اغتيالي وفي اغتياله كذلك. كان في هذه الجزئية يعلق على أحد الفصول التي انسحب فيها ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وكان يعني ينتقد نفسه بشدة لأنه انتخب ترامب، وقال حتى إذا رأيتم أنكم لكم الحق في اغتيالي فلكم ذلك. يعني حتى يعني هو يبدو أنه الأمر واصل لدرجة غضب كبيرة من نفسه بسبب انتخابه لترامب. إذن محكمة في فلوريدا كانت وجهت تهمتي حيازة سلاح بشكل غير قانوني ومحو رقمه التسلسلي لمنفذ محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفي وقت سابق تم نقل المتهم وهو يرتدي زي السجن وكان مكبلا بالأصفاد في يديه وقدميه، لكنه كان مبتسما في الجلسة وذلك بحسب الشهود. طبعا جهاز الخدمة السرية أعلن أن المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال لم يطلق النار، كما لم يكن ترامب أيضا في مرمى بصره، وفقا للاستنتاجات كذلك التي تم التوصل إليها من خلال تتبع هاتفه. قد أمضى المشتبه به ما يقرب من 12 ساعة حول نادي الجولف الخاص بترامب قبل أن يتم رصده. الحظ كان حليف ترامب مرتين خلال شهرين. أصوات الرصاص اختلطت بأصوات كرة الجولف. المرشح الجمهوري نجا من محاولة اغتيال ثانية، وكعادته أكد لمناصريه أنه لن يستسلم وأن عزيمته باتت أقوى. لكن لا يبدو أن طريق ترامب نحو البيت الأبيض سهل هذه المرة، ففي 13 من يوليو الماضي نجا المرشح الجمهوري من محاولة اغتيال لفتت أنظار العالم. رصاصة مرت بجانب رأسه وأصابت أذنه. وقف ترامب بعدها بلحظات لتلتقط له هذه الصورة الأيقونية ملوحاً بقبضة يده. وهنا أنهى ترامب فجأة مقابلة بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية في ولاية أريزونا قائلاً: نحن في خطأ. وخلال الشهرين الماضيين أيضاً هدد رجلان بقتل ترامب قبل أن يتم اعتقالهما، أحدهما من ولاية أريزونا والآخر من فلوريدا. حينها علق ترامب على الواقعة بأن وظيفته خطرة لكن يجب أن يقوم بها. هذه الحوادث أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول أمن الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة. للمفارقة هنا كذلك يا حنين، يعني لولا هذا الشاهد الذي يعني رآه بالأمس وقام بالتقاط صورة له وصورة لسيارته لم تكن وكالات التحقيق ولا الشرطة تستطيع التوصل إليه. حتى وكالة مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن البطل الأساسي في هذه المعركة هو الشاهد الذي قام بالتقاط صورة له وبالتقاط صورة لسيارته، لأنه لم يتم القبض عليه في مكان الحادث، تم القبض عليه على الطريق السريع I-95. كذلك هناك إشادة كبيرة بالعميل من الخدمة السرية الذي قام بإطلاق النار مباشرة عندما رأى فوهة البندقية بأنه لم يعود لأخذ الموافقات كما حدث في محاولة الاغتيال الأولى، بأنه كانت هناك إشارات ونداءات للخدمة السرية بأنه كان هناك شخص على سطح ذاك المبنى، ولكن هذه المرة قام بهذه الخطوة. ولكن الذي يثير غضب الجمهوريين بشكل كبير أن محاول يعني منفذ محاولة الاغتيال كان هناك لأكثر من 12 ساعة، وهذا ما
قلناه قبل قليل، لكنه كان يختبئ بين الأشجار ويعني ولكن هذا روتين ترامب في نهاية كل أسبوع، هو يذهب للعب الجولف في هذا الموقع، فلماذا لم يكن مؤمنا؟ وهذا السؤال الذي يطرح بشدة الآن في الإعلام من قبل الجمهور. لكن على ذكر هذه المسألة، كذلك ترامب يعتبر واحد من أكثر الرؤساء الأمريكيين والمرشحين، لديه أماكن ينتقل إليه، لا أتحدث عن أماكن يتجمع فيها تجمعات انتخابية، لكن لديه أماكن إقامة كثيرة، نظرا طبعا أنه رجل ثري لديه الكثير من الأماكن التي يعني ينتقل إليها للإقامة، وهذا أيضا كذلك يصعب عملية الخدمة السرية. وربما يعني كما تابعنا بايدن بالتالي يطالب الكونغرس بتمرير المزيد من المساعدات لجهاز الخدمة السرية حتى يستطيع أن يكفي كل هذه الانتقالات الخاصة بدونالد ترامب، لكن نظل في نهاية المطاف، يعني كما يقولون يبدو أن هذه المحاولات أثبتت أنه كما يعني يدافع عن القطط هو كذلك على ما يبدو لديه أرواحها، لديه أكثر من 7 قطط. ابنه يسأل كم حياة تبقت لوالدي قبل أن تختاله يعني الرواية الديمقراطية تحديدا يعني في تصريحاته يعني. بكل تأكيد طبعا هذا شيء مؤسف، مسألة العنف السياسي، لكن فيما يتعلق بترامب طبعا كلنا تابعنا بعدما ظهر كبطل هوليوودي عقب محاولة اغتياله الأولى قبل شهرين، كذلك أيضا ارتفعت حينها أسهم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي بشكل كبير عن منافسه حينها جو بايدن. استثمر ترامب هذا الأمر وحزبه كذلك في محاولة الاغتيال الفاشلة في بنسلفانيا بشكل كبير وناجح للغاية. أيضا انتقدوا أداء جهاز الخدمة السرية في إدارة بايدن كذلك يا حنين. ولكن اليوم بعد محاولة الاغتيال الثانية التي لم تكن هوليوودية كالأولى، لم تلتقطها عدسات الكاميرات، حيث لم يظهر ترامب وهو يحمل العلم الأمريكي أو يرفع قبضة يده بينما تتساقط الدماء من أذنه، رغم غياب المشهد البطولي عوض ترامب الأمر بجملة بطولية مؤكدا أن لا شيء سيوقفه وأنه لن يستسلم ويحب جميع داعميه. استطلاعات الرأي لم تكشف بعد عن مدى تأثير محاولة الاغتيال الثانية مقارنة بتأثير المحاولة الأولى، ربما يجب الانتظار لساعات أو أيام قليلة. صحيح هذا سؤال مهم ومطروح، لكن إذا نظرنا للتاريخ سنرى أن محاولات الاغتيال التي تعرض لها رؤساء سابقين في الولايات المتحدة مثل جيرالد فورد ورونالد ريغان رفعت من نسب تأييدهم في استطلاعات الرأي، لكنه كان ارتفاعا مؤقتا مع تبقي طبعا نحو 50 يوما على الانتخابات الأمريكية. لا أحد يعلم مدى استمرار هذا التأثير إن حدث طبعا، خاصة مع تسارع الأحداث والمشاريع الانتخابية سواء من قبل دونالد ترامب أو كامالا هاريس. هل يمكن أن تكون لهذه الانتخابات أكثر إثارة يعني من منذ بداية السباق وهي تحمل في كل أسبوع جديد بالانتخابات وتنعكس على استطلاعات الرأي، فبالتالي يعني 50 يوما قد تشهد تغير كل شيء. صحيح تغير كل شيء، وحتى بما يتعلق بمفاجأة أكتوبر، يعني في معظم سنوات الانتخابات كان ينتظر شهر أكتوبر لتحقيق هذه المفاجأة التي تقلب من الصورة في الانتخابات أو يعتبرونها هي المفاجأة، ولكن في كل أسبوع صدقا كانت هناك مفاجأة جديدة. صحيح يعني نحن حتى كصحفيين كنا نستشعر هذه المسألة، مسألة أننا نعيش في الأجواء الانتخابية الأمريكية وكأن الانتخابات بعد أسبوع من الآن. هذا ليس فقط من هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، أكثر من شهرين، وجود جو بايدن، انسحاب جو بايدن، ترشيح كامالا هاريس، الخلاف حول مدى قدرة كامالا هاريس، حتى الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري هذه المرة لم تكن سهلة، كان فيها الكثير من الصراعات، نيكي هيلي وراندي سانتس ودونالد ترامب، يعني مسألة حتى الاصطفاف خلف مرشح واحد، انسحاب بايدن يعني أثار طبعا الكثير من الأضواء سلطت على هذه الانتخابات وما تحمل معها من انتقادات ومن سجال ويعني ربما تحمل المزيد منه تحديدا بعد محاولة الاغتيال الثانية. صحيح. ووضوح ترامب بأنه يوجه الاتهامات لكامالا هاريس وبايدن. على العموم الآراء تبقى مهمة جدا في الشارع الأمريكي، وكاميرا أخبار الصباح استطلعت هذه الآراء من هناك وحول توقعات الشارع الأمريكي لنتائج محاولة الاغتيال الثانية لترامب، هل ستلعب لصالحه أم ستلعب ضده؟ آمل أن يعلم الناس ما يمثله كل مرشح، ولا أعرف إذا كان سيحصل على المزيد من المؤيدين أم لا بعد محاولة الاغتيال الثانية، لكن عليه أن يكون حذرا، بعض الناس لا يحبون ما يقوله.
من المحتمل جدا أن تكون محاولة الاغتيال لصالح ترامب، لكن لا أعرف حقا. آمل أن ينتبه ترامب لنفسه أكثر من السابق حتى لا يتكرر الأمر. ربما يفكر الناس في محاولة الاغتيال كحافز أكبر للتصويت لصالح ترامب. ربما تميل محاولة الاغتيال لصالح ترامب قليلاً، لكن ليس كما كان الأمر في المرة السابقة، لأن استطلاعات الرأي أشارت إلى إخفاقه في المناظرة أمام هاريس، لذا أعتقد أن محاولة الاغتيال ربما لن تكون لصالحه. أيضاً ووسط هذه المخاوف الكبيرة من تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة، أدان مرشح الحزب الليبرالي في انتخابات الرئاسة الأمريكية تشيس أوليفر، أدان في تغريدة نشرها حساب الحزب في نيوهامشير على منصة إكس، تشجع على العنف ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، وتصف من يقوم باغتيالها بالبطل الأمريكي بحسب التغريدة التي حذفت لاحقاً. هذا فيما أفاد جهاز الخدمة السرية بأنه على علم بمنشور للملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تحدث فيها عن عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. طبعا تصريحات إيلون ماسك كالمعتاد تثير الكثير من الجدل، لكن هذه المرة أثارت الكثير من المخاوف من أن كلماته الموجهة إلى ما يقرب من 200 مليون متابع على المنصة قد تحرض على العنف سواء ضد بايدن أو كامالا هاريس. البيت الأبيض وصف تصريحات إيلون ماسك بغير المسؤولة. طبعا هذا بعد أن حذفها ماسك للتغريدة. صحيح، يبدو أنه انفعالي بشكل كبير فيما يتعلق بالتعبير عن آرائه، لكن معروف طبعا بأنه إيلون ماسك يكثف من جهوده في الوقت الحالي لدعم دونالد ترامب، فيما كشفت صحيفة The Washington Post أن لجنة العمل السياسي المؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والتي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك تواصلت عملياتها في الولايات المتأرجحة وأنفقت أكثر من 30 مليون دولار منذ منتصف أغسطس الماضي، بما في ذلك حتى الرسائل الموجهة إلى الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية. وبحسب الصحيفة فإنه في الأيام الأخيرة أغرقت اللجنة المعروفة باسم أمريكا الناخبين في PAC في ولاية كارولينا أو نورث كارولينا بمنشورات على الأبواب ومواد بريدية. إحدى الرسائل البريدية تصف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأنها متطرفة ليبرالية خطرة، في حين تصف ترامب بأنه المرشح الذي سيؤمن الحدود ويعيد القانون والنظام ويخفض التكاليف لأهالي نورث كارولينا. أما عن آخر الأرقام بشأن الإنفاق على الإعلانات في الانتخابات بشكل عام، فيشير آخر تحليل لمؤسسة ميديا ريدار CMAG إلى أن 1.2 مليار دولار ستنفق على إعلانات انتخابات الرئاسة الأمريكية وحدها. طبعا مبلغ 1.2 مليار دولار، وهو رقم كبير من أصل 12 مليار دولار تم تخصيصها لمجمل الانتخابات سواء انتخابات الكونغرس أو الانتخابات الأخرى، أي أكثر بحوالي 3 مرات عن انتخابات 2016 حتى الآن. والديمقراطيون أنفقوا أكثر من ترامب على الإعلانات في 2016 و2020، يبدو أنهم يواصلون ذلك مجددا هذا العام وفق ميديا رادار، ويتوقع أو يتوقع أن تنفق حملة الجمهور 500 مليون دولار مقارنة ب 700 مليون دولار للديمقراطيين. لكن تاريخيا ورغم أن الرئيس الأسبق باراك أوباما أحدث ثورة في مسألة جمع التبرعات عبر الإنترنت، إلا أن التلفزيون التقليدي لا يزال يجتذب مبالغ إعلانية كبيرة تفوق نصف المبلغ الإجمالي. هذه حقيقة رغم أن أكثر من نصف الأمريكيين لم يعد لديهم اشتراك في خدمة تلفزيون عبر الكابل. We've deployed a number of resources, including investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well. Thank you very much. أخبار الصباح مستمرة مشاهدينا، تتابعونا فيها بعد قليل.
البنتاغون يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من النيجر والجنود الباقون لحراسة السفارة فقط. لدينا أيضا بعد الفاصل، السلطات المغربية تفشل محاولة جماعية جديدة للهجوم على باب سبتة عند الحدود الإسبانية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نذهب إلى التطورات الإسرائيلية في هذه المرة. تل أبيب أعلنت توسيع أهدافها المعلنة لحرب غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات التي يشنها حزب الله من لبنان. وعقب اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على قرار توسيع الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل عودة سكان شمال إسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر تم إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الواقعة والمستوطنات على طول الحدود الشمالية التي تضررت من إطلاق الصواريخ ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أبلغ في وقت سابق المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين بأنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. نتنياهو قال إنه لن يكون ممكنا إعادة السكان النازحين من دون هذا التغيير، مضيفا أن إسرائيل تقدر دعم الولايات المتحدة لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري بحسب تعبيره. أما على صعيد الخلافات الداخلية في إسرائيل، صحيفة معاريف كشفت عن أن قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم منحوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضم رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر إلى الحكومة بعد الأنباء التي تحدثت عن عزم نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه وفقا لما نقلته قناة كان التابعة لهيئة البث الرسمية في إسرائيل. وفي ظل هذه التطورات، حذر مسؤول أمريكي من أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيكون قرارا جنونيا من نتنياهو. المسؤول الأمريكي قال لأكسيوس إن إقالة جالانت قد تؤدي بإسرائيل إلى حرب شاملة محتملة في لبنان. طبعا هو على ما يبدو في إقالة جدعون ساعر، هو بنيامين نتنياهو يحظى لضرب عصفورين بحجر واحد. جدعون ساعر لديه 4 أعضاء في ائتلافه في الكنيست، وبالتالي هو سيستفيد إذا يعني أقال يوآف جالانت كما تقول بعض التقارير طبقا لما يروج عنه. تشير إلى أنه سيخرج من قبضة بن كفير وسموتريتش. هذا سيهون، هذا سيلجم نوعا ما بن كفير، ولكن إقالة جالانت بالتحديد تأتي بضغوط من سموتريتش وبن كفير، هذا ما يدفعان إليه بشكل رئيسي منذ أشهر. ولكن المفارقة الأكبر هي أن يوآف جالانت هو من كان يريد الحرب على لبنان في البداية. صحيح، في البداية كان نتنياهو لا يريدها، الآن هو يخرج يوآف جالانت من الحكومة لأجل لكن من المشهد ككل. يعني إن خرج يوآف جالانت من مشهد الإسرائيلي الآن لن يكون مؤثرا على الإطلاق بما يتعلق بالحرب في شمال إسرائيل، وهذا ما هو هناك على ما يبدو محاولة لتصويره كأنه الجنرال الخائف في وسط المعركة لكن والأقرب للولايات المتحدة. صحيح، هذه نقطة. هو حتى تحدث، يعني كان يتحدث مع أنتوني بلينكن بالأمس وقال له بهذه الطريقة أنه ليس ضد يعني إقامة هجمات ضد حزب الله، لكنه يريد قبل التوجه إلى هذه الخطوة يريد استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية، ومنها هذه حتى الخطوات التي يسعى إليها أموس هوكستين المبعوث الرئيس جو بايدن تحديدا ما بين لبنان وإسرائيل، لأنه يبدو أن الرجل لديه مقترح جديد لترسيم الحدود ما بين لبنان وإسرائيل. لكن لا نعلم طبعا في ظل هذا التمسك الإسرائيلي ببعض الخيوط المحددة مع على الجبهة الشمالية، لا نعلم إلى أين سيذهب هذا المقترح الجديد لأموس هوكستين. لكن هذه المرة على خط التطورات في غزة، الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مع مصر ومع قطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن أيضا. المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر قال إن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي، لكن ليس هناك جدولا زمنيا لطرحه. ميلر أشار كذلك إلى أن واشنطن تعتقد بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الصحيح لتهدئة الوضع في شمال إسرائيل.
لكن في الوقت ذاته قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الوزير أنتوني بلينكين وزير الخارجية سيصل إلى القاهرة اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين ولمناقشة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. أيضا في أعقاب لقائه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في العاصمة الأمريكية واشنطن، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الدعوة إلى الإسراع في إبرام صفقة لتبادل الأسرى، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الإصغاء إلى صوت الشارع. لقد انتهيت للتو من اجتماع طويل مع الوزير بلينكين. قبل ذلك التقيت بالمستشار الأمني جيك سوليفان وناقشنا الوضع في إسرائيل والعلاقات مع الولايات المتحدة، والأهم من ذلك صفقة الرهائن التي يجب أن تنفذ. إسرائيل تحتاج إلى الرهائن ونهاية الحرب وليس إلى عملية سياسية، ويجب أن تؤثر الاضطرابات السياسية على صفقة الرهائن. علينا إعادتهم إلى الوطن. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وما يعانيه السكان من أزمات، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لا شيء يبرر العقاب الجمعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة والذي يشهده العالم من قتلى، دمار، وجوع وأمراض في غزة. لا يمكن تصور مستوى المعاناة والموت والدمار في غزة. جميعنا ندين هجمات حماس واحتجاز الرهائن، لكن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده من قتلى ودمار وجوع وأمراض في غزة. كذلك أيضا أظهرت صور الأقمار الصناعية لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي الدمار الهائل الذي لحق بمنطقة نتسارين في قطاع غزة، وركزت صور الأقمار الصناعية الملتقطة على منطقة محور نتسارين التي تتضمن المحور الذي رسمه الجيش الإسرائيلي لفصل شمال القطاع عن جنوبه ووسطه. كذلك شهد المحور الذي يشكل نقطة تمركز كثيفة لعتاد وجنود الإسرائيليين منذ أشهر محو المنطقة المحيطة به بشكل كامل. هذا وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات الإسرائيلية بشأن مقتل الأمريكية عائشة نور بالضفة الغربية لا تبرئ قوات الأمن الإسرائيلية. ميلر حذر من أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير أخرى إذا لم تقتنع بتحقيق إسرائيلي كامل. طبعا كانت أسرة عائشة قد دعت السلطات الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل، معتبرين أيضا أن أي تحقيق إسرائيلي في هذه القضية لن يكون كافيا. وصف مسؤول أمريكي تصريحات محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي بشأن اعتراف واشنطن بحكومة الحوثي بأنها تصريحات كاذبة. نفى المسؤول الأمريكي وجود أي اتصالات مع الحوثيين أو تقديم عروض مقابل وقف الهجمات الحوثية. البخيتي كان قد صرح بأن هناك اتصالات مع واشنطن بعد كل هجوم حوثي تستند إما إلى تهديدات أو إلى تقديم بعض العروض المغرية على حد قوله. أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من النيجر مع بقاء عدد قليل فقط من العسكريين لحراسة السفارة الأمريكية. أضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة سلمت بالفعل آخر قواعدها العسكرية للسلطات المحلية في النيجر في الشهر الماضي، لكن نحو 20 جنديا فقط أمريكيا بقوا في النيجر لأداء واجبات إدارية تتعلق بمسألة إدارة الانسحاب. في المغرب منعت الشرطة محاولة جماعية جديدة ليلية لهجوم مهاجرين غير نظاميين على باب سبتة عند الحدود الإسبانية، حيث حاول المهاجرون ومن بينهم مغاربة وأفارقة اقتحام سياج حدودي يفصل مدينة الفنادق شمال المغرب مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا، لكن القوات الأمنية تمكنت من منع المهاجرين واعتقال عدد منهم. Oh,
ومن المغرب إلى ليبيا، حيث يستعد أكثر من 2 مليون طالب في ليبيا بين مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لانطلاق العام الدراسي الجديد. هذه المرة تأتي هذه التطورات وسط أزمة في السيولة النقدية بسبب الخلاف المستمر على رئاسة مصرف ليبيا المركزي. هذه الأزمة طبعا المعروف أنها ألقت بظلالها على كافة المواطنين وبشكل مباشر. داخل أحد محال بيع القرطاسية يصطحب زياد ابنه طارق الذي يستعد للعودة إلى المدرسة. التجوال داخل المحال لشراء المستلزمات المدرسية لم يعد كما كان، بل أصبح عبئا ثقيلا على كاهل زياد وأولياء الأمور الآخرين. بالنسبة لي أنا كولي أمر، يعني بالنسبة يعني الجيل العربي 50%، يعني طبعا الواحد بيضطر يعني كولي أمر يعني بتنقص يعني مصاريف الحوش وبتنقص، بس يعني تلاقي يعني وتوفر يعني توفق يعني بين مصاريف الحوش مصاريف الشباب اللي خسر عنده، يعني يكون عنده يعني صار أكثر من 2 و3 صار. من جهتهم يشكو التجار من تراجع المبيعات نتيجة الأزمة الاقتصادية، على الرغم من محاولتهم تقديم طرق دفع بديلة وتخفيض أسعار بعض السلع إلى حدود التكلفة. أثرت علينا، ما فيش طلب حاليا، السنة هذه ما فيش طلب، أما في السنين فاتت كان في طلب كويس، ومع مقارنة بالأسعار الأسعار تعتبر متقاربة الحق، ما فيش فرق. حاولنا أن نجيبوا نفس الأسعار ونفس كل شيء باش مراعاة للمواطن. يرى خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسي وراء نقص السيولة النقدية يعود إلى فقدان الثقة بين التجار والمصرف المركزي، حيث باتوا يحتفظون بأموالهم خارج النظام المصرفي خوفا من عدم قدرتهم على سحبها لاحقا. يغذي في السوق من السيولة هم التجار والبرامج الاعتمادات المستندية اللي توفر، ولكن نتيجة لهذا التخوف الكبير من عدم توفر السيولة هو إحجام التجار على توريد أموالهم لفتح الاعتمادات. وفي محاولة لتخفيف العبء عن الأسر، أعلنت الحكومة صرف مبلغ 100 دينار ليبي، ما يعادل 13 دولارا لكل طالب تصرف لمرة واحدة. وسط هذه الأزمة يواجه أولياء الأمور في ليبيا تحديا كبيرا مع بدء العام الدراسي، في ظل غياب حلول جذرية لأزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي. سيبقى الوضع مرهونا بتطورات مستقبلية قد تخفف من هذه الضغوط على الأسر الليبية. منير الأشهب، طرابلس، العربية. أخبار الصباح مستمرة ولدينا فيها بعد هذا الفاصل. منصة تيك توك تنتظر القرار الحاسم أمام القضاء الأمريكي وتأمل في الإفلات من الحظر الكامل مع تبني مرشحي الرئاسة للتطبيق. ومن دون أسباب، طالبان تعلق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان. أهلا بكم من جديد. شدد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ على أن الناتو لن يكون جزءا من الصراع في أوكرانيا إذا سمحت دول الحلف لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية. طبعا ستولتنبرغ قال خلال مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، قال إن الناتو لا يعتبر إيران وكوريا الشمالية جزءا من الصراع بسبب إمداد روسيا بالأسلحة. وفقا ليانس ستولتنبرغ، فإن الناتو يتابع عن كثب ما تفعله روسيا في مواقعها النووية. ربما يكون هذا هو الحوار الأخير، لأنه كان حوارا مطولا بالأمس في بث مباشر أكثر من ساعتين، تطرق للكثير من الأمور، لكن هو سيغادر منصبه لصالح رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روتا. الرجل سيأتي، هو سيغادر في أوائل الشهر المقبل هذا المنصب، لكن هو كشف بالأمس الكثير. كان يحمل الكثير من، صحيح، يعني تحدث عن الكثير من النقاط التي تخص الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا في هذه المرحلة، وكذلك تخوفات الحلف أيضا من عودة دونالد ترامب، ما الذي يجب أن يفعله الحلف. تحدث أيضا عن مسألة الإنفاق داخل الحلف، لكن هذه مسألة أثيرت كثيرا ولم تجد لها أذانا صاغية من قبل الدول الأعضاء.
أيضا شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لتطبيق فيسبوك أعلنت حظر قنوات RT روسية وشبكة روسيا سيغادنيا وشبكات إعلامية حكومية روسية أخرى. ميتا بلاتفورمز قالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة على حد قول الشركة. وأوضحت كذلك في بيان أنه بعد دراسة متأنية قامت بتوسيع نطاق إجراءاتها المستمرة ضد المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية وحظرها من تطبيقات الشركة حول العالم. في ألمانيا أيضاً أعلنت وسائل إعلام أن وكالة مرتبطة بالسلطات الروسية تقود حملة تضليل لتخويف الناخبين الألمان وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية. طبعاً وكالة أضافت أن وكالة سوشيال ديزاين إيجنسي تنشر معلومات كاذبة منذ نحو عامين على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع الكرملين، تتضمن تعليقات ورسوماً كاريكاتيرية مؤيدة لروسيا ضد تحالف يسار الوسط المعروف طبعاً بأنه بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز. لا نزال في ألمانيا، السلطات هناك بدأت في عملية مراقبة الحدود البرية مع 5 دول أوروبية لدواع أمنية. هذه الخطوة تأتي طبعا وتثير الكثير من الجدل خوفا من انتشار عدوى التفتيش في دول أوروبية أخرى. ألمانيا تبدأ واحدة من أوسع عمليات التفتيش على حدودها البرية تحت شعار ملاحقة المهاجرين غير النظاميين. القرار دخل حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر على الأقل، ويطال حتى الآن حدود ألمانيا مع 5 دول هي فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ والدنمارك. برلين بدأت فعلياً عمليات التفتيش على حدودها مع تشيك والنمسا وسويسرا منذ العام الماضي، لكن الوتيرة الجديدة مرتبطة على ما يبدو بتهديدات إرهابية عقب تنفيذ لاجئ سوري هجوماً قاتلاً في مدينة زولينغن. وبالتزامن نجح أقصى اليمين الألماني في تحقيق نتائج إيجابية في انتخابات شرق ألمانيا. الشرطة الاتحادية الألمانية في مواجهة هذه التحديات الداخلية تؤكد أن أي شخص يعبر الحدود إلى ألمانيا يجب أن يتوقع أن يتم فحصه. الشرطة اعترفت أن طول الحدود يصعب المهمة، 1400 كيلومتر من ناحية الغرب و2400 كيلومتر من ناحية الشرق والجنوب. هذا القرار الألماني بدأ يطرح تحديات أوروبية بخصوص مبدأ حرية تنقل الأفراد والتجارة وسط مخاوف من انتقال عدوى التفتيش إلى دول أوروبية أخرى. القوانين الأوروبية تمنح بالفعل الحق للدول الأعضاء لفرض إجراءات رقابية كما حدث مؤخراً في أولمبياد باريس، لكن القوانين تطالب بتنفيذ هذه الضوابط على الحدود كملاذ أخير ولمدة زمنية محدودة جداً. رمضان بالعمري، العربية. تواجه منصة تيك توك تحدياً قانونياً حاسماً في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأمريكية، فإما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل. طبعاً محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن استمعت إلى مرافعات شفوية من قبل محامي المنصة ووزارة العدل أيضاً حول ما إذا كان حظر التطبيق ينتهك التعديل الأول في الوقت الذي طبعاً تتبنى فيه حملتي كامالا هاريس ودونالد ترامب التطبيق للترويج لحملتيهما الانتخابية. لكن للمفارقة بالنسبة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الدراسات الأخيرة تقول بأنه هو التطبيق الأكثر رواجاً فيما يتعلق بالوصول إلى الناخبين الشباب وفئة والكثير من الناخبين، وربما يعول عليه دونالد ترامب وكامالا هاريس في الوصول لكثير من الناخبين. ولذلك القرار النهائي يصدر في يناير 2025 بعد الانتخابات. هذا أولاً، 170 مليون أمريكي صحيح يعني مشارك ويتابع
يتفاعل في تيك توك، فبالطبع هي أداة، ولكن تبقى قضية الخوارزميات وهي هي الأساس. من يسيطر على الخوارزميات رغم كل المحاولات لتيك توك بأنها تعطي التطمينات بما يتعلق حتى باستخدام البيانات وما إلى ذلك. ولكن القضاء يريدون أن يعرفوا من يسيطر على خوارزميات تيك توك، وهذا ربما يعني حتى كما يعتبرها البعض أنها طريقة ما للضغط على الشركة اللي هي شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك كشركة صينية لبيع هذه الحصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا تستطيع بايت دانس أن تبيع هذه الحصة، لأن إذا ما عدنا إلى تصريحات الصين التصريحات الرسمية في 2022 بشكل واضح وصريح، نفضل أن نقضي على تيك توك وألا تباع للولايات المتحدة. فبالتالي هناك قرار واضح صيني. صحيح طبعا، لكن يعني بالنظر لوجهة النظر الأمريكية هم من قاموا باختراع فيسبوك، إنستغرام، تويتر، الكثير من المنصات التكنولوجية، الكثير حتى من الوسائل التكنولوجية المتطورة، فأنه يكون لديهم منصة مملوكة لدولة أو لها علاقة شركة المالكة لها علاقة بالحكومة الصينية بشكل أو بآخر، هذا طبعا يثير الرعب لدى الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة. هذه المسألة تحديدا يبدو أن هناك توافق يعني بشأنها داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لكن طبعا كما ذكرت تعلق بالأمن القومي وحتى أوروبا ينظر لها كذلك بالفعل. الولايات المتحدة ودول كثيرة حضرت تيك توك على مستوى الرسمي على المستوى الحكومي والمسؤولين. طيب نذهب هذه المرة إلى أفغانستان. الأمم المتحدة أعلنت أن حركة طالبان علقت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في كامل أفغانستان. الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا القرار يعد نكسة مدمرة لجهود القضاء على شلل الأطفال، حيث يعد فيروس شلل الأطفال كما هو معلوم أحد أكثر الفيروسات المعدية في العالم. وحذرت الأمم المتحدة أيضا من أن قرار طالبان ستكون له عواقب وخيمة على بلدان أخرى في المنطقة وخارجها، ولم تقدم الحركة سببا لتعليق حملات التطعيم. قالت السلطات النيجيرية إن 281 سجينا فروا بعد أن أسقطت فيضانات مدمرة جدران سجن في شمال شرق البلاد وخلفت 30 قتيلا وأكثر من مليون نازح. المتحدث باسم خدمات الإصلاح قال إن الضباط حاولوا إخلاء سجن في مدينة مايدغوري الرئيسي عندما اكتشفوا أن السجناء فروا، وأضاف أن أفراد الأمن تمكنوا من استعادة 7 فقط من السجناء. ما زالت العملية جارية لتحديد مكان البقية. وكذلك هناك المزيد من الأخبار حول العاصفة بوريس التي تضرب أوروبا، وكذلك من أخبار مختلفة من مختلف مناطق دول العالم مع الزميلة لميس إبراهيم. نتابع. أهلا بكم. لازم عشرات ملايين السكان في شنغهاي وساحل الصين الشرقي منازلهم مع مرور الإعصار ببنكا، ومع رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 150 كيلومترا في الساعة، يعتبر ببنكا الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة في شنغهاي منذ 75 عاما، ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية وعمليات إجلاء، وتسبب بإضرار كبير عبر المدينة مع سقوط أكثر من 1000 شجرة، فيما قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 30,000 منزل. فاضت مزيد من الأنهار في وسط أوروبا، ما أدى إلى انهيار بعض الجسور وإجلاء السكان، وأحدث دماراً وتزايد عدد القتلى جراء أسوأ فيضانات منذ عقدين تقريباً، ولقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم من النمسا إلى رومانيا، فيما فقد عدد آخر بينما تم إجلاء الملايين من منازلهم، وانقطع الكهرباء في أجزاء واسعة من المنطقة المتضررة، وأدت العاصفة بوريس إلى إغلاق مدارس ومرافق صحية أيضاً. في خبر غريب في بريطانيا،
أعلنت بريطانيا أنها ستحظر إعلانات الوجبات السريعة على شاشات التلفزيون قبل الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي بموجب حملة حكومية لمنع الأطفال من تناول الطعام غير الصحي. غريب ولكن إيجابي بنظر الكثير يعني من الأشخاص. من المتوقع أن تدخل القيود حيز التنفيذ في أكتوبر العام المقبل كجزء من خطط الحكومة للحد من السمنة لدى الأطفال. عروب عبد الحق معها المزيد من التفاصيل، نتابع. من منا استطاع مقاومة البطاطس المقلية المقرمشة أو نجح في رفض قطعة بيتزا شهية؟ هذا حالنا نحن الكبار، فما بالكم بأطفال تسوق لهم هذه الوجبات أينما نظروا، لا في الشوارع فقط وإنما على الشاشات أيضا. وجبات الأطفال السعيدة لم تعد مبهجة جدا لا للحكومة ولا للمستشفيات البريطانية. فبريطانيا تعاني من إحدى أعلى وأسوأ معدلات السمنة في أوروبا، والحكومة تريد تغيير ذلك عبر تغيير أسلوب تناول الأطفال للطعام. لذلك ستمنع الحكومة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من عرض إعلاناتها على التلفاز قبل الساعة 9 مساء. الهدف التخفيف من سمنة الأطفال الآن وفي المستقبل، وبالمحصلة تخفيف أعباء المستشفيات البريطانية جراء تداعيات السمنة وأمراضها. ف64% من البالغين في إنجلترا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويعاني أكثر من 23% من الأطفال في بريطانيا من السمنة الحادة. منع إعلانات الوجبات السريعة هذا سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وتكلف الأمراض الناجمة عن السمنة هيئات الصحة حوالي 6 مليارات و500 مليون جنيه سنوياً، كما تعتبر ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان. يعني جيد جداً هذا القرار تحديداً في بريطانيا، وربما بالولايات المتحدة يكون مفيداً جداً، ولكن يعني دائماً ما يدور الحديث حول السمنة في الولايات المتحدة. في بريطانيا صحيح. نسبة السمنة تبلغ 29%، وهذا رقم ضخم وكبير لكن للغاية. يعني هو الحديث طبعاً عن التطبيق في أكتوبر، لكن إلى أي مدى هذه الفكرة ستنجح بالفعل على أرض الواقع؟ وهل أصلاً إعلانات التلفزيون هي السبب الرئيسي في التوجه؟ لأنه لو تلاحظين أن الكثير من الإعلانات الآن أيضا تتجه نحو منصات التواصل الاجتماعي، وهذه يعني لا تستطيع الحكومة صحيح يعني أكثر من الكبار الآن. فبكل تحديد يعني لا نعلم إذا كانت هي خطوة دعائية أكثر منها يعني تطبق بشكل فعلي على أرض الواقع. ربما خطوة أولى يا أسامة. بكل تأكيد يعني يعني نتابع نتائجها وأيضا نتعرف على رأي ريم في هذه المسألة. صباح الخير يا ريم. صباح الخير أسامة وحنين، اشتقنا لك حنين. أنا أتابع هذا الموضوع وبالفعل يعني موضوع بريطانيا والسمنة عند الأطفال أو السمنة بصفة عامة، يعني بحكم أني عشت هناك ترى هناك الأكل مرة غالي. عشان تحصل على سلطة سعر السلطة أغلى بكثير من التشيز برجر، من البرجر أو من البطاطس أو من الأشياء اللي تكون ما تتعدى الباوند أو 2 باوند. فأغلب العائلات تعتمد على هذا الأكل السريع لأنه سريع وأرخص بكثير. فالمشكلة ما هي مشكلة إعلانات بس، هو بصفة عام اللي أعرف أنه ما فيش إعلانات للجنك فود أو الفاست فود للأطفال خصوصا على التلفزيونات. عموما خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي لليوم. دعوة من نساء الغرب للعيش مثل النساء الشرقيات التقليديات، الرجل في العمل والمرأة في المنزل، ما رأيكما؟ منيح أن التقليديات لأنه بطل في نساء شرقيات ما بيشتغلوا تقريبا يعني مزبوط. في معظم دول المنطقة ما بعرف يعني ممكن حسب الوظيفة. حسب الوظيفة إيش رأيك أسامة؟ هي دعوة من النساء الغربيات للنساء الشرقيات. أنا مالي أنا مالي طيب أوكي بعد موجز عموما جدلي جدا الموضوع، رح نتابعه معك بالصباح العربية فعلا.